ازاي تكسب $250 شهريا عن طريق النكت؟ لايك وتفعيل زر الجرس قبل ما نبدأ الحلقة بعد اذنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة من ضمن كورس الربح من بلوجر اكتر من $2000. بدأنا كورس الربح من بلوجر انطلاقا من تجربتي اللي انا مريت بيها وازاي كسبت اكتر من $2000 بالاثبات. شرحت في الكورس ده بداية من عمل مدونة بلوجر لحد ازاي تركب الاعلانات على المدونة بتاعتك وازاي تعمل سيو بشكل احترافي وازاي تنشر المدونة بتاعتك وتكون ظاهرة في محركات البحث. كل الكلام ده شرحته في كورس الربح من بلوجر. اما درس النهاردة ان شاء الله فهقولك على نيتش كويس وهقولك على مصدر كويس تقدر تجيب منه ارباح كويسة. مبدئيا يا شباب درس النهاردة هيكون مبني على دراسة من جوجل نفسها، ومش كلامي بس هو اللي هيحدد اذا كان النيتش ده نجح او لا، بالعكس ده جوجل هي اللي هتحدد لك النيتش ده نجح او لا بناء على الاحصائيات الموجودة بداخلها. طبعا في الدرس ده انا مش هضطر ان انا اعيد لك الشرح اللي انا شرحته تاني لان لو حضرتك محتاجه تقدر ترجع له عن طريق الروابط اللي هسيبها لك في الوصف اسفل الفيديو، ولكن هشرح لك ان شاء الله النهارده استراتيجيه كويسه تقدر تجيب بيها فلوس كويسه شهريا لو كان عندك مدونه وانت شغال عليها والمدونه دي موجهه في نيتش معين او متخصصه في نيتش معين. انصحك انك تعمل مدونه جديده وما تخرجش عن اطار النيتش اللي انت شغال عليه. اما لو ما عندكش مدونه خالص فحضرتك هتضطر تعمل مدونه جديده بناء على الدروس اللي انا شرحتها قبل كده وتقدر ترجع لها من الوصف زي ما قلت من شويه. بعد ما حضرتك هتعمل المدونه، المدونه هتكون مختصه في النكت. ليه قلنا النكت؟ لان بناء على الاحصائيات برضو بتاعه جوجل ان النيتش بتاع النكت او المزح ده او الحاجات المضحكه دي ليها بحث كبير شهريا على جوجل، وعلشان كده احنا وهنستغل النقطة دي ان شاء الله في ان المدونة بتاعتك تاخد رانك متميز في محركات البحث عن طريق اختصاص المدونة بتاعتك في النيتش ده. فاول حاجة مطلوبة منك انك تعمل مدونة. لو انت عندك مدونة حاول تعمل قسم جديد في المدونة مثلا سميه النكت او حاجة زي كده وهتبدأ تنشر فيه باستمرار ان شاء الله زي ما هنشوف في شرح النهاردة. حضرتك دلوقتي محتاج ايه علشان تبدأ؟ طبعا اللي حضرتك محتاجها هي المواضيع وطريقة الصياغة. اول حاجه انا هقولك ان شاء الله على اكتر من مصدر النهارده تجيب منه النكت دي ان شاء الله او مواضيع النكت دي. تاني حاجه هنحول المواضيع بتاعه النكت دي لحصريه ان شاء الله في المدونه بتاعتنا او المدونه اللي حضرتك هتشتغل عليها. ثالث حاجه ان شاء الله هديلك شويه نصايح. طيب بدون ما نكتر في الكلام يلا نروح للكمبيوتر ونشوف الشرح عملي ان شاء الله تعالى. مبدئيا يا شباب دي طبعا اللي هي المنصه بتاعه جوجل ادوردس او اللي بتعرفنا الاحصائيات اللي ممكن تفيدك لما تيجي تعمل مدونه او تعمل قناه يوتيوب او تعمل اي حاجه خاصه بمنتج من منتجات جوجل. هنيجي هنا كده يا شباب هنكتب مثلا نكت وبعد كده هندوس البدء. بتهيألي يا شباب ان متوسط عمليات البحث الشهريه من 100,000 لمليون شخص بيبحثوا عن الكلمه دي شهريا، فاعتقد لو انت استخدمتها في المدونة بتاعتك فهتفيدك بشكل كبير. كده عرفنا ان النيتش ده او الموضوع ده هو عليه نسبة بحث كبيرة شهريا، فعلشان كده اخترت لك النيتش ده برضو هيفيدك بشكل كبير لو اشتغلت عليه في المدونة بتاعتك. برضو هسيب لك ان شاء الله في التدوينة ورابط التدوينة هتلاقيه اسفل الفيديو باذن الله تعالى رابط للمواقع اللي هنشوفها النهاردة دي. طبعا حضرتك دلوقتي اللي محتاجه انك انت تعمل مواضيع. طيب هنعمل ازاي بقى علشان نعمل مواضيع؟ اول حاجة هتعملها هتيجي هنا كده هتفتح ملف تكست جديد. لازم تعمل ملف تكست جديد. تمام. بعد كده نيجي هنا كده احنا هنكتب طبعا باللغة العربية. وليكن مثلا انت دخلت على موقع من المواقع دي. طبعا الروابط المواقع اللي انا بتكلم عليها دي كلها هتلاقيها في التدوينة زي ما قلت. وليكن مثلا هنا كده اجمل نكت في العالم. هنخش كده على الموضوع ده. هنلاقي هنا كده اكتر من نكتة. انت دلوقتي هتصيغ الموضوع بتاعك بشكل عامل ازاي؟ مثلا وليكن هتيجي هنا كده على الموضوع ده تكتب مثلا افضل 10 نكت او افضل 11 نكتة او افضل 12 نكتة. المهم عنوان ما يكونش نفس العنوان اللي موجود هنا. مثلا وليكن هنيجي هنا كده نكتب مثلا افضل 10 نكت لعام 2019 هتموت من الضحك. مثلا وليكن يا شباب هناخد 10 نكت من هنا. ادي نكتة 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام يا شباب؟ تمام. هنيجي هنا كده ناخد ال 10 نكت دول هنروح حاطينهم طبعا في الملف اللي هو التكست اللي هو ده كده. على قد ما تقدر حاول ان انت تنسقهم، اللي هو حاول مثلا تغير فيهم اللي هي النقط دي. وليكن مثلا تعالوا ناخدهم هنا كده. ولو تفتكروا يا شباب في شرح تحويل المحتوى الى محتوى حصر خاص بيك استخدمنا فيهم موقع بيشوف لك المحتوى ده مسروق ولا لا. هنيجي كده شباب ناخد اللي هي 10 نكت دول كده
ونروح على الموقع اللي هو بيفحص الكلام بيشوفه اذا كان مسروق ولا لا. نروح حاطين الكلام ده هنا كده، وبعد كده هنروح قايلين له اللي هو تشيك. طبعا هنا كده يا شباب هيقول لي ان المحتوى ده مسروق. هنحوله بقى الحصر ازاي؟ طبعا انت لو حولته بقى الحصري هتحوله بطريقه تانية خالص. مثلا وليكن هناخد اول نكته من هنا كده. هنا بيقول لك واحد بيتقدم لواحده فابوها طلب منه مهر ب50,000 جنيه. قال له ليه يا عم الحاج، هو انت حسبت الكيلو بكام؟ فهنيجي هنا كده مثلا شخص اتقدم لواحده وابوها طلب منه مهر 50,000 جنيه. فالشخص اتصدم وقال له ليه يا حاج انت محاسبني على الكيلو بكام؟ هو نفس المعنى اللي هو في الأولانية ده، هو نفس المعنى في التانية. فلو حضرتك خدت الأولانية اللي هي المسروقة وجيت هنا كده، فلو حضرتك كده خدت الأولانية اللي هي المسروقة ورحت حطيتها هنا كده وهتقول له تشيك اللي هو افحصها لي، هيقول لي إن هي مسروقة ومسروقة من المكان ده. طب تعالوا كده نشوف اللي إحنا عملناها بنفسنا، هنشوفها إذا كانت مسروقة ولا لا. طبعا بعد إحنا ما صغنا الكتابة بتاعتها اللي هو تدي نفس المعنى مش أكتر، هنيجي هنا كده نروح قايلين له تشيك اتحولت من مسروقة لحصرية بنسبة 100% اللي هي يونيك يعني فريدة، فريدة بنسبة 100% وهي هي نفس المعنى مفيش أي فرق. طبعا هتاخد أنت نفس العشر نكت دول كده، كل نكتة منهم هتصاغها بالشكل، وطبعا هتحذف الأولانية دي وهتروح حاطط مكانها اللي أنت صغتها بنفس الطريقة دي. طبعا لو أنت كملت على الموضوع ده عملت مثلا 10 نكت، عملت 20 نكتة، عملت 30 نكتة، عملت موضوع 2, 3, 10, 20, 30, 50 موضوع، 100 موضوع بالطريقة دي، هتاخد الموضوع زي ما هو كده وهتصيغه بالطريقة بتاعتك أنت. بعد ما تصيغه بالطريقة بتاعتك مثلا وليكن صوت 10 12 مثلا 12 نكتة، افضل 12 نكتة لهذا العام، وهتحطهم في المدونة بتاعتك بالسيو اللي احنا شرحناه قبل كده في كورس الربح من بلوجر. وطبعا الكورس زي ما قلت هسيبه لكم اسفل الفيديو في التدوينة، هسيبه لكم في التدوينة اسفل الفيديو باذن الله تعالى، للي ما شافوش واللي ما عرفش ازاي يعمل سيو، اللي ما عرفش ازاي ينشر الفيديوهات بتاعته، كل الكلام ده برضه هتلاقوه ان شاء الله في الرابط اللي اسفل الفيديو. هتعمل موضوع 2 3 10 20 50 100 زي ما قلت مع الوقت والشرح اللي انت هتستخدمه في الفيديوهات اللي فاتت او في الشروحات اللي فاتت، هتبدا تنافس في محركات البحث وتبدا تجيب زيارات، وبعد ما يكون عندك زيارات ان شاء الله هيكون عندك ارباح كويسه، هتتخطى ال 250 300 دولار شهريا، لان المدونات الاعلانات اللي عليها بتكون افضل بكتير، سواء الاعلانات كانت على يوتيوب او سواء الاعلانات كانت في اي مكان تاني، لان الشخص اللي داخل على المدونه تقريبا بيكون 10 اضعاف الشخص اللي هو على اليوتيوب من حيث مشاهدة الاعلانات والكلام ده. يبقى كده ملخص سريع للموضوع، اول حاجة انت محتاجها مدونة، وشرحت قبل كده ازاي تعمل مدونة والرابط اسفل الفيديو. ثاني حاجة مصادر للنكت، وهتلاقي الموقع ان شاء الله بتاعة المصادر اللي احنا اتكلمنا عليها هتلاقيها في الوصف اسفل الفيديو في التدوينة برضو. ثالث حاجة تحويل النكت دي لنكت حصرية مصاغة بطريقتك انت، بتدي معنى كويس جدا ما فيهاش اي مشاكل. رابع حاجة بقى والاهم من كل ده وهي الاستمرار في نشر المحتوى ده، او الاستمرار في نشر النكت دي. لو انت عاوز تاخد رانك كويس في محركات البحث، وانصحك انك لما تيجي تكتب موضوع، الموضوع لا يقل عن 500 كلمة علشان السيو بتاع المدونة بتاعتك يرفع، والمدونة بتاعتك تاخد رانك كويس في محركات البحث وتبدأ تنافس في الصفحة الاولى. ولو انت نافست في الصفحة الاولى في المحتوى ده بالطريقة اللي انا قلت لك عليها دي، صدقني هتجيب ارباح كويسة شهريا بطريقة غير طبيعية واكتر بكتير من اللي مكتوبة في العنوان بتاع الفيديو ده ان شاء الله تعالى. اعتقد كده غطيت جوانب موضوع النهاردة. اتمنى من حضرتك شير للفيديو ده، وما تنساش لايك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. دي كده كانت حلقة النهاردة، استنونا في حلقات جاية واستراتيجيات تانية كتير ان شاء الله. كان معكم مصطفى امين من قناة الاحباب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.